بالنسبة للحفل أنا نشكرهم بزاف لأنهم بالدعم تاعهم تاع يديروا لنا جو كيما هكا حنا نزيدوا تجينا المثابرة أكثر على النجاح أكثر وأكثر. متحصلة على شهادة البكالوريوس مرتين، العام اللي فات ما تكرمتش، العام هذا تكرمت. حبيت نوصل الرسالة لبابا بلي نجحت وفرحته، هذا ما كان يشرفنا أن أكون في هذا الحفل وللتكريم، وشكرا وقدم لي كلمة لأبي أنه وصلت لك وحققت أمنياتك، كما أن هذا التكريم يساهم في يخلينا يعني باش نزيد ونزيد ونزيد ونحققوا واش نتمناو. وأنا حابة نكون في المستقبل إن شاء الله طبيبة، وإن شاء الله نوصل لها كما بابا كان يحبني. الهدف هو تشجيع الايتام نتاعنا، ما لازمش الظروف يعني والقهر واليتم يخليهم يفكروا في يوم من الايام يبطلوا الدراسه. حاب نرسلهم رساله باللي الجمعيه راهي معاكم، الجمعيه راهي واقفه معاكم، يعني المهم اقراوا ودرسوا يعني يعني ووصلوا الى اعلى المراتب، يعني هذا هو هدفنا، هذا هو الهدف نتاعنا، انه اليتيم يعني يكون حاجه يعني خادم لوطنه خادم لدينه، يعني شيء يعني في هذا المجتمع.